كل ثانية في حياتك خطوة، خطوة دايما لقدام، إنجاز ورا إنجاز، ولحظات مهمة بتكمل بيها المشوار. مشوارك محتاجك تبقي أقوى، واثقة في كل خطوة وفي كل ثانية، لأن كل ثانية في حياتك بتفرق. الإحصائيات العالمية بتقول إن سنة 2020 كان في أكتر من 2.25 مليون سيدة تم تشخيصها بسرطان الثدي، يعني بمعدل كل 14 ثانية سيدة بيتم تشخيصها بسرطان الثدي. التوصيات العالمية بتنصح الستات بداية من سن 40 بالفحص بأشعة ماموجرام كل سنة. أشعة الماموجرام بتقلل معدل وفيات سرطان الثدي بنسبة 17%. بالكشف المبكر انت سابقة بخطوة.